التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام عشاقي الأصالة، كل الشكر للزميل سالم الكاسبي الذي تواصل بالوصف والتعليق في الأشواط الماضية. نجدد لكم العطاء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا التاسع الذي ضمن نخبة من فئة الأبكار الحقايق. تهانينا لكل من حظى بشرف الفوز والانتصار في الأشواط الماضية، وحظ نوفر لمن لا يحالف الحظ في الأشواط السابقة. نسير على بركة الله وتوفيقه مع شوطنا التاسع للأبكار وإلى المقدمة والصدارة الأولى. هنا الآن مرضية من تتقدم إلى مقدمة الشوط والصدارة، حمد بن مسلم بن حمرور العامري يتقدم إلى المقدمة والصدارة الأولى، بين من نقلة مباشرة إلى المركز الثاني. ليرى القادمة في هذه اللحظات، هذه استشارة لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري من يقدم لنا هذه الاستشارة، بينما ناخذ اللي تقدمت اللي غيرت في هذه اللحظات. هذه احتفال أهلال بن مرشود بن راشد المنصوري، هي الآن من وصلت إلى المركز الثالث، بينما نتابع اللي على المركز الرابع واللي تقدمت. هذه مشاهدين الأعزاء الضبي عبد الله بن عيضة بن عبدات الكثيري يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس هذه مروة، مروة لعبد الواحد بالخزعة بالعثة العامري، هي من وصلتها واخذت المركز الخامس. هذه هي النتيجة والنداء للخمس المراكز الأولى، بينما أسامي وشعارات لم يحين موعد دخولها وندائها وتقدمها إلى الكادر الإعلامي. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مرضية. يا مرضية، مرضية تقدم هذا الاسم الكبير اللي يذكرها بأشواط الرموز، اللي يذكرها بالأسماء القوية والشعارات العملاقة في الميادين. مرضية، مرضية تهجن الرياسة، الكل يعرف مرضية، وهذه مسمية عن اسمها، متقدمة إلى المركز الأول إلى البداية الأولى. الله الله الله، المركز الثاني، المركز الثاني احتفال أهلال بن مرشود بن راشد المنصوري، المنصوري. وهناك من تقدمت في هذه اللحظات، هذا اللي واصله أيضا عنوان محمد بن سالمين بن مبارك العمري، واللي قادمه انتباه حاتم بن سعيد بن حمد الجحافي راعي انذار، اللي واصل لنا في هذه اللحظة. وصل حاتم، وصلت الشعارات القوية، ولكن عودة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى عنوان، عنوان وعنوانها المثير في صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقة الجميلة. ما شاء الله، عنوان 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 محمد بن سالمين بن مبارك العامري. راح أهالي الخالدية، أهالي الخالدية، منطقة الخالدية في مدينة العين، يا الكاسبي كم زف لها من النواميس والانتصارات. هذا الشبل الكبير مع مقدمة هذا الدفاع، ومتعود على المركز الأول في كل الميادين. بن مصلح، بن مصلح قادم مع انطلاقة ارباح، ارباح سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، ثنائية ثنائية ثنائية، هل للمرة الثالثة، للمرة الثالثة السوبر هاتريك يا لاهالي الفقع الفقع. ولكن الضبي عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري لوصلت في اللحظات الأخيرة، سلام إلى العين، سلام، تهانينا لعيلان بن سعيد بن عيلان المهيري، بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي مشاهدين الأعزاء أرباح لسعيد بن حمد بن مصلح الجمهور الأحبابي. وعنوان وصلت في المركز الثالث لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. هذه النتيجة يا الأخوة الكرام، الثلاث المراكز الأولى. ولكن نعود إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية، 4 دقائق و35 ثانية
تهانينا والناموس لمالك الظبي، وهي الظبي وهي اسم على مسمى، وصلت في الأمتار الأخيرة ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا لعيلان بن سعيد بن عيلان المهيري، تهانينا والناموس للجميع.